الغوالي السلام عليكم. اليوم جايب لكم ارخص لاند كروزر بكل العراق 2018 اصل بلادي اي اكس ار. السياره محرك 6 سلندر، تخيلوا 2018 وكل الجديده راح مو اعرضها وانما اقفلها من الاخير وبدون مراوس، بس نقد 47.5 يعني 4 دفاتر و75 ورقه. قفلها ما بيها بعد ولا دولار مجال. مرقمه وكامله سليمانيه، محرك 6 سلندر مثل ما قلنا الاي اكس ار، تجي مواصفات اماراتيه. هذا الباب والباب مات السائق كان عليه اللوجو من كانت بالامارات مال شركات او كذا، فشايلينه متقشط الصبغ عايدين الجيلاتين مالته فقط. البابتين الاماميه لا غير، بدون ضربه بدون حادث بدون معجون بدون كل شيء، بس جيلاتين. هاي البابتين الاماميه ولا غير بعد. السياره ماشيه 111 الف كيلومتر حقيقي، وهسه شوف دواخله. تجي عندك مقعد كهرباء، وهذا كيلومترها وحقيقي بشرط 111 الف كيلومتر. هذه مواصفاتها، تجي بدون سلايد، عندك شاشه تحكم سيرن، ثلاجه، مقعد كهرباء، وها هي مثل ما قلنا موديلها 18. الفين وثمنتاشر الثاني يعني سنوية وبليت 47.5 اربع دفاتر وخمسة وسبعين ورقة. قفلها من الاخير. عنواننا سليمانية، المعارض الجديدة معرض عديل السيارات. تحياتنا لكم ومع السلامة.